اهلا بيكم. النهارده هكلمكم عن الكاتلات اللي انا جربتها. ندخل في الموضوع على طول علشان الفيديو ما يطولش. اول حاجه انا جربتها في الجواز بتاعي، اشتريت ده ايه؟ ده سوناي. سوناي ده كام ملي؟ 1200 ملي، ده الماكسيمم بتاعه. وادي الشهادة بتاعته، دي شهادة الضمان بتاعته، وده الكتالوج بتاعه. ده طلع صنع فين يا جماعة؟ ميدن شاينا. انا كنت فاكرة ان صناي تركي، بس في الكتل طلع ميدن شاينا. انا ماما عندها الكبير، هو نفس الشكل كده وطويل الطول. ماما اشترته بحاجة ب 150 170 حاجة زي كده. ده أنا جبته بعدها ممكن بسنة أو بسنتين. أنا جايباه في 2016، في الصيف 2016، قبل الجواز بكام يوم. ده أنا جايباه ب 350، 350 كمان قبل التعويم. يعني الكبير اللي ماما جايباه كان ب 100 و 150 170 175. الصغير بعديه بكام سنة، الصغير كمان مش الحجم زي اللي عند ماما، ده ب 350 جنيه. بتاع ماما برضو سوناي، بتاع ماما باظ في اول سنة. هو اول سنة يا جماعة ضمان سنة واحدة بس، باظ في أول سنة في الضمان، فراحت وديته عند الراجل اللي احنا اشتريناه منه وصلحه لها. ده باظ بعد سنتين من الجواز، باظ بعد سنتين من الجواز. طبعا مش هينفع وديه للشركة المعتمدة، الخدمة المعتمدة، يعني مركز الخدمة المعتمدة عشان يصلحه. وديته عند حد علشان يصلحه. الكتل بيبقى سهل ان هو يتصلح، وسهل ان هو يعني ايه الدنيا تبقى مظبوطة فيه. وديته، راح قال لي لا، ده الدايرة الكهربية بنفسها باظت، ده مش هينفع يتصلح تاني، يعني مفيش منه امل. لا مفيش منه امل. ادي يا جماعة سوناي ميدن شاينا كتل ستانلس 1200 ملي، وده شكله من جوه اهو، صغير مش كبير. الماكسيمم بتاعه لحد هنا، تحط المية اهو 1200 لحد هنا، تحط المية يعني تلتين نملاه وتلت نسيبه. وفي زر الاوف والاون وبينور احمر. ده باظ بعد سنتين. بتاع ماما باظ في اول سنة وصلحته، طبعا ان يعني ده يعني ايه كان في الضمان فصلحته. ده بعد سنتين ما تصلحش، ولما روحت اصلحه قال لي ده دايرة كروية باظت، مفيش منه امل تاني. ده سوناي. بعد كده عندي براون، ده الماني، براون الماني، ده شكله كام ملي؟ الماكسيمم بتاعه 1600 ملي، لتر 600، يعني لتر 600. ده شكله، هو ده الزرار بتاعه، وهنا بينور اخضر، هنا بينور اخضر. ندوس هنا يتفتح اهو كده اهو. تمام كده، ميدن جيرماني. اوريكم ميدن جيرماني. ده كان عندي انا ما اشتريتوش اهو، ميدن جيرماني. وده الاستخدام المنزلي، هاوس هود يوز اونلي. وما ينفعش نقرب منه ميه برضو والكلام ده كله اهو. تمام. ده حلو. حلو، ممتاز ومحترم جدا وشغال زي الفل معايا. بس عيبه حاجة واحدة بس، ان صوته عالي. لما المية بتيجي اول ما بحطه بيستنى كام ثانية وبعدين كأنه بيشتغل، صوته عالي جدا جدا. انا مش عارفة هل ده عيب في الكاتل ده، ولا
لا هو ده هو كده يعني، هي عندي انا بس ولا عيب في كل الكاتلات؟ حلو حلو. براون معروفة، براون الكاتلات بتاعتها نظيفة، الاجهزة بتاعتها نظيفة، بتعمل حاجات كتيرة قوي قوي، اجهزة كهربائية واجهزة تجميل واجهزة مطبخ وحاجات كتير قوي. لا محترم كويس حلو جدا. ده كان ميدن جيرماني. ده بقى ميدن الاتحاد الاوروبي يا جماعة، براون اتحاد اوروبي. ده اكبر من ده او ده اكبر، وده شكله ده شكله بيتفتح من هنا اهو، ده شكله من جوه. ده انا استخدمته فترة وركنته، ان دلوقتي ركناه. انا بستخدم ده دلوقتي، انا بستخدم ده اهو. لتر و700، لتر 700 كبير كبير يا جماعة. ده شكله وأبيض في جراي، ومن هنا فيه زي سكوتش. ودي ده بقى ميدن للاتحاد الأوروبي، ده اتحاد أوروبي. تمام، وبرضو الاستخدام المنزلي بس، وما يتحطش يعني في مكان فيه مية ولا يطلع ينزل عليه مية ولا الكلام ده كله. ده حلو اه حلو كويس. رغم ان ده ميدن جيرمان وده اتحاد اوروبي، ده صوته عالي. لا ده مش صوته عالي، ده صوته اقل شوية، ده صوته اقل شوية. دول احسن كاتلين او احسن ماركة انا جبتها واستعملتها. يعني انا استخدمت ده شويه وركنته، وانا دلوقتي بستخدم ده. ده بينور احمر، لا ده بينور، ده بينور اخضر، سوري ده بينور اخضر، النور ده اخضر، النور ده احمر، عادي جدا. ده صوته عالي، ده صوته اقل شويه. ده بيشيل لتر 700، ده بيشيل لتر 600. ده باين انه اكبر من ده، وده شكله ستايل لطيف وجميل، والايد بتاعته كله بلاستيك ما عدا ايه من جوه القاعده، بس هي اللي ايه، هي اللي ستانلس. إيه طنط حماتي عندها كينود، اللي هو اللي زي البطيخه ده اللي طالع منه البوز بتاعه اللي بينزل الميه رفيع. كينود قعد معاها كتير جدا، وكله ستانلس من بره ستانلس ومن جوه ستانلس، قعد معاها كتير جدا جدا، اللي هو الموديل بتاع البطيخه ده اكنه حله بومبي او بطيخه. حلو حلو جدا جدا جدا. عند حماتي اشتغل كتير قوي، يمكن اكتر من 8 سنين او اكتر من 9 سنين، ممكن نقول 8 سنين. 8 سنين، انا بقالي يا جماعة 4 سنين متجوزة، وبقالي سنتين بستخدم ده. حلو قوي، قعدت فترة بستخدم ده وبعدين ركنته واستخدمت ده. حلوين حلوين. انا معرفش اسعارهم كام دلوقتي، بس ممكن في فوق 700 وفوق 800 دول، ده ممكن فوق 700 وفوق 800. معرفش الاتحاد الاوروبي بكام، بس ده فوق 700 وفوق 800 الناس بتشتريه. ده موديلات قديمة، دي موديلات قديمة يا جماعة، دي موديلات قديمة مش الحديثة. انا معرفش اسعارها كام، بس براون من الماركات اللي تشتروها وتنسوها، من الماركات النظيفة الحلوة. وكمان كينوود، كينوود احنا جربنا كينوود اللي هو ايه البطيخة اللي زي الحالة البومبي. دي من السلع المعمرة اللي انتوا فعلا تجيبوها وتحطوا في بطنكم بطيخة صيفي، انها مش هتبوظ. استعمال نظيف. ده انا كل فترة بحط مية بخل وشوية ملح، واقعد واسيبه يغلي لحد لما يفصل، افتحه شوية يبرد وبعدين اسيبه يغلي تاني 3 4 مرات لحد لما الاستانلس بتاعه ينضف. ده انا بجيب حتة سلكة صغيرة وليفة، وايه اسيبها جافة شوية، ما اسيبهاش فيها مية، لأ قبلها حاجة بسيطة قوي بحيث ما يبقاش فيها مية خالص، واقعد امسح ده كله، واقعد امسح ده كله، واقعد امسح لحد لما ينضف. براون ماركة محترمة، كينوود ماركة محترمة، انصحكوش تجيبوا سوناي. انا عندي ماما في اول سنة باظ وصلحته لان هو في الضمان، وركنته وبتستخدم حاجات تاني دلوقتي. ده بعد سنتين باظ، الدايرة الكهربائية باظت خلاص مات. سوناي يا جماعة محدش يجيبه، طلع ميدن شاينا، ميدن شاينا. انصحكوا تجيبوا براون وكينوود في الكاتلات.
استنوني في ريفيو جديد.